السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. اللي عندك؟ ما عندي ساك، أنت بتسلمني. يرفعني يرفعني. وين جيبه؟ تعال تعال تعال. مات كم اللي بعده؟ كم اللي بعده؟ جيبني. رايح ام 5 عندي. ام 5 4 3 فك مان. يو كان مع الهيل حياتك. Two and two, three actually. Okay. Maybe we can. Yeah. I had to do flat. No. It's fine. What? So hard. You jumped the set. راح على طبعا. Of course. جيب برد. دار فوتو او مو كده جول جايز ما شفته بيرفكتلي بليس ياد مع برست اتاك شبشبك عمر كنت حفلش جوا البوش بس كويس اني ما فلشت ايش بيزوي يفكك سمس كذا جنبه يروح يفكك قهر اهلي يروح يقول ايش بجرس يمشي طلع عنده بياخذ الباري يا الكلب عشان يقول له تعال علي انا اقدر افندي شيء بس ما ابغى اضيعها صراحه بيجي بيجي مع نفسه بارد ولا ايه تبغى ايه اودد ايش بده كده اوكي والله عبد زعلوا شوف الملبوك مات اقتله ضربه كده ما في هذا هو اخذه اه شكله بس بالضبط اللي يجي هاي بيجي ما تحمل يا شلت ولا ممكن ترى تقرا لك كده كنا ترى واش تفاني بالله انا شلونك 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 انا كيف كنت حفلش ورقه ما في اوه خلينا نخلص الجيم ارتحت did you see the rework of items can you explain ما الشيء الوحيد اللي شفته اللي هو اسمه item haste او يسموه ايش something haste أشيل السي دي ار لأنه السي دي ار اكسبوننشال يقول لك مالتيبليكيتيف كان مثلا لو عندك 10% سي دي ار يجيك 11% تقدر تستخدم الابيلتي اسرع 11% لو كان عندك 50% سي دي ار تقدر تستخدم يعني الابيلتي حقتك لو كانت 10 ثواني حتصير 5 ثواني بقول لك لا نبغى نسويها فلات حنحط حاجه اسمها ابيلتي هيست لو عندك 10 هيست حيكون عندك الابيلتي تقدر تسويها اسرع 10% بس زي الام ار وزي هذا قالوا بيسووا يعني يبوا يخلوا الفكره انه والله الابيلتيز او الرو ستاتس تكون 1 تو 1 او مو 1 تو 1 يعني تكون مقروءه سهل قراءه يعني لو كان عندك 10 هيست تعرف انه حتنقص الابيليتي تايمر حقك 10% لو كان عندك 20 حتنقصه 20% وهكذا فانسي دي سي الو هذا انت انا جاي هذا انا اوكي
اكلت امك. لا انت ما شفت اللي صار وراه، فك التي وجالس يجري على تراب اوتو مات. كيف قرر يرجع على الالتي حق فلاك. اوكي كان عندي فلاش بس ما تقعد تقتلني الضربة هالدبلي. يا الله نفضوا يا ابو يا بنت والله خلصوا جيم بحاله يعني. يجي انا حسوي له يعني اونر اذا بكره. هذا اونر من جد. ايوه ات واز اول هيم. هذا 1 في 10 مو 1 في 9 يا عيال. اي ام نوت جوينج تو سي اني ثينك. ثانك يو فور ذا كاري. تبوسه تقول له اونر لو في 10 اعطي له 10 يعني. يا ليل عزوز ده مع عزوز. انت مثال حي مباشر على الاسفنجة. تعرف ايش يعني الاسفنجة؟ الاسفنجة لما تيجي ترمي عليها اي حاجة ايش تسوي؟ يسوي عليها بط ويرمي جنبها، ما يجي عليها، ما 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 تبلعها. انت مثال حي مباشر على الاسفنجة. يا ابوي انت سويت غلط، لا الجنجل. يا ابوي انت سويت غلط، لا لك. يا ابوي انت سويت غلط، لا اللي جنبي. هذه النوعية من الشخصيات، نوعية يعني معروفة في العالم يعني، او معروفة مو في العالم، معروفة في الحياة. وهذه نوعية من الشخصيات تتعب في حياتها مرة كثير يعني، الين ما ربي كذا يفرجها لك وتطلع من المنتاليتي ومن العقلية هذه، انه لما عشان تتحمل مسؤولية اخطائك. اتحمل مسؤولية اخطائك. انا بقول لك انت الخاطئ مش الجنجل. انت مصر ومعاند، انت طول عمرك هتبقى ترى اللي تسويه في لول يا شباب ينطبق على حياتك الواقعية، انا متأكد، لانه في لول تطلع شخصيتك الحقيقية. وإذا كذا أنت في الحياة الواقعية والله هتتعب في عملك وهتتعب في حياتك تعب مو طبيعي. خذها مني نصيحة من أخوك الكبير، أي شخص ما يتحمل مسؤولية، أنا عندي شركتين ولله الحمد، أي واحد يجيني زيك أنا ما يكمل عندي، أطرده ما يعيش معي. اللي ما يعرف يتحمل مسؤولية ويشيل هم شغل واعتمد عليه، لأنه أنت تصير أنت ما أنت معتمد عليه. أنت أي شيء خطأ يصير حولك تقول اللي جنبي. خلاص يعني عشان اشيل الدوره توقف. الله خارج هذا كويس. اوكي ممتاز. بيك الاكزوست ديت يوس فكر. اوكي يعني بوين ايفر دي دو انت هذا البغيض لسعني يا عمي ده ما فيش جي
Ugh.